السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة عنابة اللي نقف على مشروع تاع المحطة البحرية للمسافرين اللي راهي خذات تأخر كبير بعد ما عرفت وتيرة مليحة في العام اللي فات، لكن هذا بقات بعض الأشغال لم تنتهي، شيء مؤسف. لكن يعني الإيجابي في هذا المشروع هو أن المحطة هذه التصميم تاعها يعتبر عصري وجميل، والعلم أن المحطة هذه من إنشاء شركة باتي ميتال الجزائرية التي أنشأت كذلك محطة يعني تاع المسافرين البحرية تاع بجاية، وإن شاء الله إن شاء الله الأشغال تأخذ وسيلة متسارعة وتنتهي بها، وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.